ابراهيم، يمكن اتفرجت على ماتش الزمالك والاسماعيلي الاخير، قول لي رؤيتك للمباراه الفنيه، وايه اللي اختلف في المباراه دي عن المباراه السابقه اللي هي مباراه الجيش، انبي، اسوان مثلا، استر كامباني، هي اخر اربع ماتشات ثلاث اربع وجهة قبل نظري الضغط ان الاسماعيلي. كان فيه هدوء شوية، فيه هدوء، فيه تركيز، كان فيه روح مختلفة شوية. خلي بالك يا كابتن، اللعيبة دي برضو مش عايزين نحملهم كل حاجة. اللعيبة بتاعتنا اتظلمت شوية بسبب الفترة اللي هي توقف فيها مجلس الإدارة من غير أي سبب. انت وقعت الدنيا، انت كان عندك عقود لعيبة بتتجدد، عندك صفقات، القيد بتاعك اتوقف، جبت مدرب كان مشي وكان هربان وكان سايبك، رجعته تاني، فدي كلها عوامل تخلي اللعيبه دلوقتي مش مستقره. تمام، انا كلاعب، انت حضرتك كنت لعيب كوره وعارف يا كابتن، انا الامور، انا ده اكل عيشي، فالامور الماديه بتبقى بالنسبه لي مهمه جدا. فانت عندك 7 8 لعيبه عقودهم انتهت او بتنتهي، فده بيكلمه ده وده بيكلمه ده وده بيكلمه ده، فلعيبه الزمالك هم اللي خدوا بطولات، هم اللي بيلعبوا، تمام، صحيح. هم اللي عودونا كل سنه ان هم يقفوا على منصات التتويج، هم اللي موجودين. اللي اختلف ان بقى دماغي كلاعب في منها 90% بره الملعب، ما بقاش تركيزي كله جوه الملعب. تمام، ده يمكن شفنا يعني سن التركيز الماتش اللي فات، شفنا سن روح الماتش اللي فات. صحيح. انا ضد فكره ان استاد القاهره نحس واستاد القاهره والحاجات دي كلها، لان احنا ده اخدنا ايام، اخدنا بطولات. نادي الزمالك طول عمره كان بيلعب في استاد القاهره واستاد الكليه الحربيه. تمام، وانا بسال، واحنا ليه ما بنلعبش الكليه الحربيه يا كابتن؟ احنا كنا طول عمرنا بنلعب في استاد الكليه الحربيه، يعني يا ريت نرجع نلعب عليه امنيا تاني. في شروط هو امنيه تقريبا اعتقد عندنا اللعب عشان بالليل في مغلق الكليه الحربيه عشان ده مهبط مطيرات للطيارات حاجات، حاجه كده. مظبوط انا ده اللي مظبوط، انا طول عمرنا بنلعب في الكليه الحربيه، الماتشات ووشه صعبه حلو بالنهار في جدا، الحر ينفع ده، صعب جدا. وشه حلو جدا 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 علينا، يعني خدنا فيه بطولات وعملنا ماتشات جامده جدا جدا. بس انا اتمنى ان لعيبه الزمالك ده هنا في دور للعيبه الكبار، يعني انا في وقت من الاوقات يا كابتن لازم اللعيبه الكبار تلم بعض عشان خاطر اسمي وعشان خاطر الكيان اللي عمل اسمي كمان، ودي تفرق جدا. لازم اللعيبه الكبار تقعد مع بعض ولازم يتكلموا مع بعض ان احنا لازم السنه دي البطوله ما تروحش، لان الاعلام ضاغط ضغطه جامده جدا يا كابتن، ان النادي الاهلي هيكسب كل ماتشاته فهيبقى فارق 5 بونت، فكده الدوري راح. لا، احنا في الاسبوع ال 21 الاهلي لعب 16 ماتش، والاهلي اخر 4 ماتشات في الدوري كسبان ماتش، صح، انت فاهم؟ فالموضوع سهل، بس هي القصه كلها لما خدنا الدوري انت كنت بتكسب ومالكش دعوه باللي وراك، فانت ما تركزش مع حد، انت اكسب هتلاقي نفسك انت صح. على مدار السيزون، على اللونج تايم، انت الاول وانت اللي بتتوج بالبطوله. صحيح.